الباطن لأن الباطن كان هو صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على نبي الله الأمين. أما بعد، في سانحة بسيطة أشكر فيها مبادرة الباحثين للفرصة اللي حنوصل فيها رسالة لأبناء الشعب، وفي نفس الوقت فيها حلول اقتصادية عسى ولعلنا ننتقل بها كلنا. في هذه السانحة وبمناسبة الإحباطات الحاصلة بالوضع الرائد في بلاد السودان العزيز من تردي الأوضاع الاقتصادية وغزة الأبرياء رحمة الله عليهم، أكتب هذه الرسالة بكل جدية وصدق لتوصيلها لكل أبناء الشعب السوداني بكل مكوناته. وأعلم تمام العلم إن الرسالة ما في مصلحة جزء بسيط من الناس، لكن هي في مصلحة الكل بما فيهم الفئة البسيطة دي. وفيها حل جذري سريع للوضع الاقتصادي وطريقة جديدة لإدارة البلاد اقتصاديا بما يخدم المصالح المحلية والعالمية الخاصة والعامة. وأتمنى من الجميع متابعة للنهاية. وأنا عبد الله قلت أنا بتقبل الرأي والرأي الآخر، يعني ما زول المزمد في رأي، إذا عندك رأي ممكن اصلحنا ما في مشكلة. أولا للتوضيح، ما عندي أي أو ليس لدي الرغبة في أي منصب سياسي بقدر ما أرغب في وضع حلول جذرية اقتصادية حتى إذا طبق أي سوداني أكفى مني في المجال الاقتصادي تحديدا، وهم كثيرين الحمد لله. ثانيا، وضع الحلول الجذرية السريعة بالاستفادة من آخر ما توصل له العالم في كل المجالات، وأتمنى النظر لها بكل الأبعاد بتاعتها بدون ضيق وغيرها. هاي معي للحلول دي. كويس، أول مشكلة عندنا، أول مشكلة وهي كانت السبب الأساسي، إنه مشكلة السيولة في البنوك. ما كان في سيولة، عشان كده الناس كانت حصلت المشكلة دي. طيب المشكلة دي ممكن يكون حلها في حاجة بسيطة جدا، إنه البنك المركزي يفتح حسابات للناس، ما بنوك السودان، ما البنوك الفرعية في السودان. البنك المركزي يفتح حسابات للناس من المعلومات بتاعت الرقم الوطني القاعد عندهم في المؤسسات بتاعتهم. يفتح لنا حساب، البنك يفتح حساب، بعد ما يفتح حساب اي زول يربط الحساب بتاعه بالبطاقه القوميه الجديده اللي فيها البطاقه دي اللي فيها الكرت الممغنط ده، ويدوك كود. لا قدر الله البطاقه دي لو راحت، الجهاز اللي انت داير تتعامل معاه وقف لاي سبب، البطاقه دي تكون الكود ده يكون محل البطاقه. كويس؟ طيب يخلوا المعاملات محسوبه بطريقه ما تكون يعني فيها يعني تحجيم، يعني مثلا ما يقول لك ما تحول 1000 جنيه في اليوم او 2000 او كده. بعد ما يعملوا لنا النظام ده يخلوا المعاملات مفتوحه، يعني اي زول داير يشتري من اي زول داير يبيع لاي زول، يبيع له مليار، يبيع له 1000 جنيه، يبيع له مليون، تبع معاملات مفتوحه. يخصموا منها حاجه بسيطه شديد، يعني الخصم ما يكون رقم كبير، يعني مثلا داير تشتري عيش يخصموا منك 10 قروش، داير تشتري كده وهكذا. بيقدر يقنعوا بالموضوع ده كيف؟ لما بتاع الدكان يقتنع معاك، بتاع الجمله يقتنع، بتاع المصنع يقتنع، كده كلهم حيتعاملوا بالنظام ده، ما حنكون محتاجين لقروش، حنتعامل بنظام زي نظام تحويل الرصيد. ما في زول لسي حاي ما بيعرف يحول الرصيد كيف، يعني التطبيقات دي شويه ممكن تكون معقده، لكن الرصيد شويه او نظام تحويل الرصيد ده ممكن يكون شويه معقول. الحاجه الثانيه، واحدة من الحلول اللي بتخلي الناس تصدق النظام ده، انه يضعوا 100,000 جنيه سوداني في حساب اي زول عشان حاجتين اساسيات، عشان يطبق بها النظام، وفي نفس الوقت نقدر نجفف المنتجات الرديئه في السوق، لانه نحن معروفين انه المنتجات اللي بتجينا من برا كلها نمره 3 واقل كمان. فنحن لما بالنظام ده كل زول ينزلوا في حسابه 100,000 جنيه، بنقدر نشتري من السوق بالنظام ده، وبنجفف المعلومات، بنجفف المنتجات شويه شويه. كويس؟ بعد ذلك الخطوه اللي بعدها طوالي، نبدا نستورد في منتجات لفتره مؤقته، نستورد في منتجات كبيره يعني جودتها عاليه جدا، ما نستورد يعني نحن قادرين نشتري منتجات جودتها عاليه جدا، فنحن المفروض نستمتع بها، ما نجيب لنا المنتجات الرديئه. كويس؟ وده ذاته لفتره مؤقته. بعد ذلك الحل اللي بعده انه نحن نصنع المنتجات. يعني ما المفروض نستوردها دائما نكون بنستورد، لازم نصنع عنها. كويس؟ طيب اللي هي الكلام ده بدخلني في المشكله الثانيه طوالي في السودان. عندنا مشكله اسمها مشكله الانتاج.
احنا ما ناس منتجين بقدر ما انه احنا ناس مستهلكين. فمشكله الانتاج دي بتكون على مرحلتين بالاستفاده من التكنولوجيا. المرحله الاولى بتاعتنا انه نحن نستورد مكن صغير، العالم وصل لحاجات جميله، يعني في مكنه صغيره كده بتكون متر في متر كده مثلا بتنتج انتاج عالي شديد وفي زمن بسيط شديد. فنحن نستورد المكن ده لاصحاب المجالات، يعني بدل تشتغل بيدك تشتغل بالمكن ده. دي المرحله الاولى. اي زول يدوه مكنه على حسب مجاله يشتغل بها، في زول بيقول لي طيب العمال ده حيمشوا العامل ذاته يدي مكنه يبدا زول منتج. العام ده بياخد مكنه يبدا زول منتج، الخصم بتاعه يكون على فترات طويله جدا، يعني ما يخصموا منه في سنتين ثلاثه، 10 سنه 15 سنه عشان الانتاج حينفعنا كلنا. الحاجه الثانيه لزاما على الدوله انه تشيل الفايض بتاع الانتاج ده وتصدره برا، وتجيب مراجع ليزيد المكنه ده كله او تخصم منه حاجه بسيطه عشان ما تتنفذ الموارد بتاعت البلد لصالح مجانيه العلاج والتعليم والكهرباء والغاز والمويه. لما تجيب العائد ده وتقسمه بسيط بتشيل منه حبه لصالح الحاجات الثانيه دي. طيب المرحله الثانيه شنو؟ واللي هي دي بعد سنين قريبه انه نحن نعمل مصانع تنتج المكن ده. يعني المكن ده نحن ما حنكون بنستورد فيه برضه زي المنتجات. لازم نعمل مصنع ينتج المكن ده زي ما بيعملوا الصينيين. عشان بعد ذاك نحن نبقى واجهه لافريقيا. نحن ما نريد ذاته نشتغل كده، نحن نرجع كده. نرجع لافريقيا دي لانه نحن افريقيا منا وفيها، وده كلام جايبكم لقدام. كويس؟ طيب المشكله الثالثه البنيه التحتيه الاساسيه والانشاءات. المشكله دي بتكمن حلها في الاتفاق مع شركات كبيره امكانيات عاليه جدا. في شركات قادره تبني مثلا ابراج عاليه جدا، ابراج عاليه جدا في زمن وجيز. يعني تخيلوا في شركه بتقدر تبني لها 202 طابق في مساحه بتاعت مليون متر مربع في 7 شهور، صدقوا او لا تصدقوا. نظام البناء بتاع التركيب، العالم وصل للمرحله دي. فنحن ليه نقعد نحط لنا صبه في 4 سنه او 10 سنه وكده؟ في كم شهر؟ في برج اتبنى من 57 طابق في 19 يوم، الفاونديشن او الاساس كان اخذ شهر ونص والتركيب اخذ 19 يوم. ممكن تخشوا النت تشوفوا الكلام ده، يعني مسافه زي ما بقول الشباب تلف جوله بسيطه كده وتجي تلقى الوضع اتغير تماما. فنحن بنتفق مع شركات، الشركات دي بتبني لكم بالاجل، يعني العالم ما قاعد يتعامل بالكاش. معظمهم بيبنوا بالاجل، والاجل ممكن يصل ل 20 و30 و50 سنه. فنحن ممكن نجيبهم بامكانياتنا في الواقع من ذهب ومويه وبترول وزراعه، عندنا الامكانيات اللي بنقدر نتكلم بها. فهم يعملوا الخدمات دي وبعدين يعملوا لنا برضه باقي الحاجات، يعني يعملوا الطرق والكباري والمطارات والغادرات. الصينيين دول عندهم قطر بيمشي 500 كيلو في الساعه، يعني زي بورسودان دي ساعتين. زي مدني وشلي والحتات القريبه دي ممكن تكون 3 ساعه، ثاني ما في سفر. فنحن ليه ما نستفيد من العالم الوصل لوين ونجيبه؟ عندنا الامكانيه انه نجيب التكنولوجيا دي، عندنا الامكانيه انه نعمل الحاجه دي في البلد. تمام؟ دي المشكله بتاعت البنيه التحتيه والانشاءات. المشكله الرابعه اللي هي مجانيه التعليم والعلاج والخدمات. المشكله دي حلها يا شباب في انه نحن نخصم من اي سوداني ضريبه 1% فقط من دخله. ال 1% دي قادره انها تعلم وتعالج وتدينا كهرباء ومويه وغاز مجان. قادره انها تعمل الحاجه دي. كويس؟ وبعد ده يقللوا لنا الضرائب من يعني نرجع للمشكله الاولى اللي هو خصم من السودانيين 1% ومن الاجانب 30%. لانه هسه نحن لما نمشي برا كاجانب بيخصموا مننا اكثر من الاجانب. فلازم يكون الخصم 1% نستفيد منها لصالحنا نحن مجانيتنا و30% من الاجنبي، ويقللوا لنا الضرائب ل 3% من الواردات بكل انواع السودانيين فقط. اي اجنبي داير يجيب بعدك ان شاء الله يشيلوا منه 1000%، ما عندنا لهم شغل. لكن احنا كسودانيين المفروض نستمتع بالحاجه دي. كويس؟ طيب ملاحظات في الحته دي، التعليم لازم يكون التعليم والعلاج يكون متجدد، يعني ما ممكن تقرر لي جيل كامل بكتاب 20 سنه او 30 سنه. العالم وصل لحاجه جديده السنه الجايه طوال يغيروا لون المنهج بالجديد الناس تمشي عشان نكون مع العالم. العلاج وصل لحاجه جديده طوال يجي يطبقوها عشان الناس تمشي. ما ممكن احنا نتعامل بدواء الملاريا اللي هو 500 سنه لا الناس بدوا فيه ولا الدواء، والناس الملاريا برا اصلا فاتتهم خلاص، فاتتهم كله كله. نحن لا عندنا توضيح لا يعني ما
مجانية التعليم والعلاج وخدمات الكهرباء والغاز والماء، أنه ستهمش كل المؤسسات الخاصة بقدر ما يعني تحمل الدولة لدفع نفقات الخدمة المعينة لتلك المؤسسات من عوائد الضرائب والجمارك وبعض موارد البلاد. يعني أنت عندك مدرسة خاصة ما معناها قفلها، نافس الحكومية والحكوميات نفس الخاصة، الدولة تدفع لك حقك، إن جاك زول في الخاص يدفع لك حقك، وإن جو بالعام يدفع له حقك. كده بتبقى في منافسة ما بين الخاص والعام لصالح المواطن الشخصي. لأنه لما تكون في جهة واحدة ما بتكون في منافسة، لكن لما تكون في كم جهة بتكون في منافسات بعدها. طيب، خمسة، الزراعة والصناعات الكبيرة. طبعاً نحن في دول العالم الثالث للمعلومة يعني من الناس المحرومين من الصناعات الكبيرة، يعني ما بنقدر نصنع طائرات وكده. فنحن الحاجة دي كيف؟ بالاتفاق مع شركات عالمية ذات تكنولوجيا متقدمة، إمكانيات وتكنولوجيا. هناك لما اتكلمت عن الإنشاءات قلت إمكانيات، هنا إمكانيات وتكنولوجيا متقدمة في المجال الزراعي والصناعي بالتحديد، ويمكن الاستفادة من المساحات الشاسعة ومجرى النيل لصالح السوق المحلي والعالمي بالأخص، وذلك بدفع قيمة الاتفاقات الزراعية والصناعية من جزء بسيط من موارد البلاد، وسنذكرها لاحقا. مواردنا دي والله رملة سايم بعناها، ممكن ندفعها حق البيجو يزرعوا لنا والبيجو يصنعوا لنا بالاتفاق مع الشركات دي. طيب، ستة، السياحة. نحن بالمناسبة دولة سياحية من الدرجة الأولى، عندنا سافنا غنية، عندنا سافنا فقيرة، عندنا نيل، عندنا بحر، الاثنين عندنا. فبالاتفاق مع شركات عملاقة في المجال السياحي لعمل منتجعات وفنادق وأماكن سياحية بأعلى درجات الرفاهية بطول النيل والبحر الأحمر وفي معظم مناطق الجنوب. أنا من أعود لكن مثلا من أنصار إنه الجنوب يرجع، لأنه هي كانت مشكلة سياسية ما مشكلة اجتماعية. فممكن نستفيد من الحاجة دي ونستفيد من السياحة نحن كسودانيين في المقام الأول. الألمان لما يصنعوا عربية بيخلوها عندهم في البلد سنتين ثلاثة حتى يصدروها برا. نحن نستفيد من سياحتنا ونستمتع بها نحن سودانيين، حتى بعد نجذب السياح من العالم بطريقة ما تأثر في عاداتنا، يعني ما نحتك بيهم عشان نغير مروتنا وأخلاقنا وتعاملنا الحلو وكل الحاجات، ونستفيد من دخلهم ده لصالح المواطن ثم الدولة. يعني المورد بتاع السياحة ده جاب 10 مليار دولار مثلا، 7 مليار دولار تتقسم في حساب السودانيين في حساباتهم، و30 3 مليار دولار تتقسم في حساب الدولة عشان يجودوا بها الخدمات بتاعهم، لأنه نحن أصحاب الموارد ما الدولة، الدولة هي موظف للشعب. تمام؟ الموارد الباقية برضو المفروض تكون كده، إذا طلعوا ذهب، إذا طلعوا حديد، إذا زرعوا، إذا عملوا أي حاجة يقسموا لنا عشان يصل مصدر دخل السوداني 200 و300 و500 ألف ومليون دولار ذات، ونحن بنصل الحاجة إن شاء الله. طيب، والتعامل ده المفروض يكون مع كل الموارد الثانية. سبعة، النظام الاقتصادي الجديد. في نظام اقتصادي جديد، هو نظام اقتصادي جديد يجب تطبيقه لأنه قادر على خدمة السودانيين بالأخص، وعدد ما لا يقل عن 3 مليار شخص. وأنا جادي بالرغم ده، نحن كلنا 30 مليون لكن التكنولوجيا ما خلت حاجة. انت لما تقدم خدمة لمليون أو 100 مليون أو مليار نفر انت مستفيد، ما ضروري يجوك. يعني انت عندك رجل أعمال برا ممكن تقدم له حسابات معينة بالكمبيوتر، تعمل له حسابات وانت قاعد في بيتك، هو قاعد في بيتك. زول معين داير يشتري، داير يبيع، الهنود بس قاعدين بيخدموا في امريكا بالكمبيوتر، هم قاعدين في حتتهم، امريكا قاعدين في حتتهم. نحن ممكن نخدم، عندنا نظام اقتصادي ممكن نخدم. النظام الاقتصادي في فحواه انه هو نظام اقتصادي استثماري انتاجي تكافلي مجتمعي تعاوني اصلاحي حائز على ملكيه فكريه، قادر على تحويل المستفيد من النظام من انسان مستهلك لانسان منتج. الانتاج ما انتاج اقتصادي، يعني انت خشيت النظام ده هتتحول لزول منتج اقتصاديا اجتماعيا علميا، بتتغير يعني. تمام؟ بدي الفرصة لأصحاب الأموال والوصول إنه يستثمروا أموال ووصول عندنا في السودان، اللي هو دي بفكرة بسيطة ممكن تجذب الأموال، رؤوس الأموال العالمية عشان يستثمروا عندك في السودان. يعني غير مواردك أنت ممكن تجيب رؤوس أموال، جبت رؤوس الأموال استفادوا، جبت رؤوس الأموال استفادوا، أنت هنا مستفيد، أدرت المال بتاعهم ده، المال ذاته انت قدرت تديهم ارباح مغرية. النظام بدي ارباح من 18-60% في السنة، وبدي ضمانات انه نحول لهم اموالهم دي لاي حتة في العالم، وكمان بديهم خدمات. بعد ذاك في
نوع ثاني من الناس ممكن يديهم فرصه اللي هم اصحاب المنتجات في العالم، الوكالات المنتجات العالميه، توكيلات كده، بيديهم فرصه انه يسوقوا منتجاتهم عن طريق نظامنا. نحن مستفيدين وبنسوق لكل العالم، يعني التوكيل ده لما يكون عندنا نحن بنكون نحن المستفيدين. كويس، هو يعني بدي النظام بيزيد اللي عنده وبدي ما عنده، لانه هو نظام زي ما قلت اقتصادي استثماري انتاجي تكافل تجاري مجتمعي تعاوني اصلاحي. كويس، والنظام ذاته بيشتغل في المشاريع الزراعيه والصناعيه والخدميه في السودان بالاخص، يعني رؤوس الاموال دي يشتغل عندنا، ثم افريقيا، ثم حتات بنحددها في العالم ثاني. طيب ثمانيه، نتكلم عن الموارد بتاع السودان وجزء بسيط منها، حصر جزء بسيط من الموارد التي لم يستفاد منها وتسخير عائداتها لصالح السودان والسودانيين. منها واحد، الالبان المهدوره بين قوسين، الالبان المحلوبه في الارض. عارفين انه السودان فيه ما لا يقل عن 88 مليون بقره من شمال لجنوب، اذا فرضنا انه الشمال فيه 40 مليون بقره، البقره تحلب في السنه من 8 الى 9 الف لتر. تمام، اذا فرضنا انه في 30 مليون بقره بس ما 40 مليون، 30 مليون لبنه محلوب في الوطن، كيف لبنه محلوب في الوطن؟ في راعي، الراعي يكون قايد 22 الف راس. البقر لما الضرع بتاعه يتملي لبن لو ما حلبه بيخرب، فهو مضطر يحلب الضرع ده في الارض. فهنا نحن المفروض نعمل محطات بتاع التجميع نجمع اللبن ده، لانه 30 مليون بقره لما تحلب 7500 لتر معناه انتاج اللبن 225 مليار لتر في السنه، واللتر برا السودان بدون تصنيع يباع بدولار. اللتر يباع بدولار، يعني عندكم 225 مليار دولار مكشحه في الواطه كده. إذا فرضنا ديون السودان 48 شيء إلى 60 مليار دولار، و25 مليار دولار رمم بها المصانع والمزارع وأي حاجة وقفت قبل كده ورجع للخدمة بأحسن، باقي 100 مليار دولار قسمها للسودانيين في حسابهم. إذا فرضنا إن السودانيين ديل 50 مليون، أي زول في حسابه 2000 دولار بسعر البنك الرسمي بيطلع عليك 94 ألف جنيه في حسابك. فعشان كده انا لما قبيل كنت في بدايه الكلام انه بنك السودان ينزل باي زول لحسابه 100 الف جنيه ل 100 مليون من القديم، ما كنت غلطان، لانه عارف ان في موارد بتجيب لك الحاجه دي. طيب والحمد لله والشكر على هذه النعم. طيب اثنين، الحديد. معظم جبال السودان تمتلك ما لا يقل عن 60% من الحديد. اذا قدرنا ننتج بالكميه دي بنقدر ننتج 10000 طن يوميا لمده سنين، سنين ممكن ننتج. كويس، المتاريس يا شباب، المتاريس، المتاريس، المتاريس يا شباب، المتاريس، عمل الفينش يا المتاريس يا شباب قدام، المتاريس، المتاريس يا ناس القاعدة في البيوت، المتاريس، ايوه المتاريس. قلنا معظم جبال السودان بتمتلك ما لا يقل عن 60% من الحديد، قادره تنتج 10000 طن يوميا، اللي هي انتاجها في السنه ب 3 مليون و650 الف طن، وليكم بقيت الحساب، احسبوا الطن بكم وليكم بقيت الحساب. عندنا من الموارد بتاعت السودان الثروه الحيوانيه والسمكيه، الذهب والمعادن النفيسه، حصتنا من مياه النيل والطمي، الزراعه والاراضي الشاسعه والرمال، الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، البترول، النفايات واعاده تدويرها. النبايات في السودان قادرة لأنها تجيب عددية كبيرة جدا من المال، والأهم من ده كله الموارد البشرية وطاقات الشباب والكثير الكثير. المتاريس يا شباب قدام، المتاريس. طيب وكل ذلك، وكل تلك الموارد كفيلة بجعلنا أغنى أغنياء العالم، أغنى أغنياء العالم واكثرهم تقدم في الانسانيه وسند العالم بالاخص افريقيا الحبيبه، والتقدم بالانسانيه للامام دموت، يعني بجد نحن ممكن نكون اغنياء. متاريس، نحن اغنياء. المتاريس يا شباب، المتاريس. ملاحظات، اخر حاجه في الرساله ملاحظات. الملاحظه الاولى، لازم نحترف بسودانيتنا الافريقيه، ما نمشي بعد ذلك لاي اتجاه ثاني. نحن افارقه، سودانيين افارقه. نرجع للافريقيه أكثر من أي وقت مضى. المتاريس، نبهنا المتاريس، وسّي المتاريس، المتاريس يا شباب قدام،
المتاريخ. ايوه والتعامل مع باقي دول العالم في حدود المصالح والعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية فقط، يعني ما نبعدنا نمشي ونجي في الكلام. اثنين، يجب ولا بد من رفع الهمة السودانية وتشجيع كل سوداني لتحقيق أحلامهم حتى لو كانت مستحيلة في نظر غالبية الناس، لأننا أغنياء من الموارد الطبيعية والاجتماعية والإنسانية، وعمل مراكز تشجيع عالمية لكل سوداني وبرسوم للأجانب. يعني لو جاء سوداني قال أنا داير أعمل طيارة نعمل له، نحن أغنياء بنقدر نعمل الكلام. أنا بسجل المتاريس يا شباب. السلام عليكم يا شباب. سقطت ما سقطت، سقطت ما سقطت، الرأس أربعة دارين بمبان. المتاريس يا جماعة، المتاريس، قفل المتاريس. إن شاء الله يجي لك حجر واحد وتكونوا لينا إن شاء الله، حجر واحد بس إن شاء الله، حجر واحد. المتاريس دي حطوها معانا أخواننا الشهداء اللي ماتوا جوا اللي طلبوا الرصاص. ما بتتشال أي متاريس ما لم تتحقق مطالبنا. قاعدين هنا وصبنا، والله صبنا هنا. لا أنا هنا زادوا دارين نشوف الكجر زاد اشتقنا له، خليه يجينا هنا أصبوا للدل. تعال مننا أحسن مننا، ما عندنا مطالب، حقق لنا مطالبنا بعدين من خارج لكم من هنا. أنا هنا عجبنا القواعد هنا علي ولا شو؟ ما عندنا شغل، ما عندنا بيت أشفي حاجة. لكن قاعدين هنا عندنا مطالب، قاعدين لها مطالب، ما قاعدين مطالب أصلا. المتاريس يا جماعة عايزين نقفل المتاريس. طيب يا شباب، احنا لما جينا هنا جينا جزء للحماية وجزء